بدعوة من هيئة مار أفرام السورياني، أقيمت مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث اجتمع أصحاب العمل التطوعي والجمعيات الخيرية في سوريا حول مأدبة واحدة، تقديراً لأعمالهم المتنوعة وجهودهم في خدمة الإنسان والمجتمع. حاولنا ندور الجهد والمال بين الجمعيات السورية، نعمل منبر تشبيك واحد لنقدر أنه نوصل لخدمة الصائمين. تقريبا في 108 جمعيات انضوت تحت هذا الجهد، وفي حوالي 1 مليون صائم تقريبا عم يقدروا أنه هنين يحصلوا على نتيجة جهد الجمعيات الأهلية. فالوزارة طبعا بتشكر هاي الجهود وبتأكد بأنه هي داعمة إلها وهي مؤمنة فيها، لأنه فعلا العمل الأهلي هو أحد أهم مفاتيح نجاح العمل المجتمعي. بدعم من الحكومة وعبر الحكومة وعبر الدولة هن بيقدروا يكونوا أكثر عطاء وبيقدروا يكونوا خط الدفاع الخلفي معنا. اليوم حبينا نحن نخدمهم لألهم وندعيهم لمأدبة إفطار حتى نقلهم نحن منقدر اللي عم يعملوه. فاللي راح يكون موجود هو عبارة عن جمعيات الخيرية اللي عم تخدم المواطن السوري في هالأوقات الصعبة اللي عم نمر فيها، ومو غريب أبدا أن يكون هالمؤدبة الإفطار في كنيسة، لأنه هذا التقليد صار تكرس بسوريا من سنين. وأنا اليوم مبسوط أعلن أنه نحن في مطرانيتنا في حلب الجريحة يوميا في عنا وجبات إفطار عم تتقدم لمئات الناس من قبل المطرانية هونيك للناس المحتاجين طبعا. ورسالة واضحة جدا أنه نحن كسوريين معا مع بعضنا منعيش آمالنا وآلامنا كمان، ومن هالألم هذا بينبت أملنا بسوريا الجديدة اللي هي سوريا لكل أبنائها من مسيحيين ومسلمين وكل أبنائها من كل الإثنيات والقوميات إذا قدرنا نقول. حضر حفل الإفطار ما يقارب 20 جمعية من أصحاب الأيادي البيضاء بمختلف توجهاتهم وأعمالهم. حبينا يكونوا ضيوفنا هن الجمعيات الخيرية والجمعيات التي تعنى بالشأن الإنساني، لحتى هن بغمرة أعمالهم دائما هن بيعطوا وبيخدموا الناس. حبينا هالسنة أنه نحن نتشكرهم، نقول لهم يعطيكم العافية على كل المجهود اللي عم تعملوه، وخاصة بالظروف اللي عم تمر فيها بلدنا. سوريا بلد السلام والتعايش الديني، لا شيء يعلو فيها فوق الإنسان ومحبة الآخر، وليتجسد العمل الإنساني في كل مرة بأبهى الصور.